من انفلايت تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. إيران هذه المرة يصدر منها إشاعات كثيرة وشتى. هذه المرة أيضا مصادر إسرائيلية تقول أن الرجل الذي ساعد إسرائيل في تركيا والذي ساعد إيران بشكل خاص في تركيا على ما يبدو أيضا كان في لبنان ويعرف مصير الطيار الإسرائيلي الذي اختطف على يد اللبنانيين رون أراد، ولذلك الإسرائيليون يريدون توضيحا من هذا الشأن. أما بما يتعلق في البي بي سي وفي الإعلام العالمي، فهذه المرة الإعلام العالمي كما تقول إسرائيل دائما يقف ضدها، لكن اليوم منظمة الأمم المتحدة أيضا تقول للإعلام بأن يوضح الحقيقة أكثر من ذلك وأن يتطرق إلى الأمور بموضوعية وبتعمق أكثر مما كان سابقا. المصريون في هذه الأيام غاضبون جدا على السياسي الإسرائيلي فؤاد بن العزر بعد أن بث الفيلم في القناة الأولى الإسرائيلية، الفيلم الوثائقي حول الحرب الاستقلال الإسرائيلية وحرب الستة أيام، وهناك يظهرون بأن وحدة شاكيد التي كان يتلقاها فؤاد بن العزر قد أعدمت 250 من الجنود المصريين. هذه المرة رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت ما زال يتهرب من مستشار القانون للحكومة ومن الاتهامات الموجهة له، وعلى ما يبدو سوف ينتظر التحقيق الكامل في لجنة فينوغراد. صدق أو لا تصدق، هذه المرة الأولى التي فيها كوريا الشمالية بالذات تتحدث مع الولايات المتحدة حتى لو كانت بطريقة أخرى. دبلوماسيون وسياسيون وصلوا إلى الولايات المتحدة من أجل التداول والحديث. الاقتصاد في إسرائيل، شركة نوفا الإسرائيلية التي تنتج الحليب وتنشره في جميع أرجاء الدولة والتي تصدره من خارج العالم، سوف تقوم شركة تدعى أيبك باشترائها وكذلك بتقديرها بملايين الدولارات. في الرياضة، فريق هابوئيل يروشلايم سوف يلتقي اليوم في دور الربع النهائي لأوروبا مع فريق جيلجنيك وقد التقى فيه سابقا وفاز عليه، والآن ينتظر هابوئيل يروشلايم إلى فوز آخر من أجل الانتقال إلى النصف النهائي. تقرير خاص من الفلايف تي في حول باب المغاربة والحفريات وحول الحقيقة الأصلية التي كانت هناك. أيضا تقرير خاص عن المشروع الذي سوف يقوم في البحر الميت ما بين الأردن وإسرائيل. تقرير خاص عن عيد المساخر في إسرائيل وعن الاحتفالات في الشوارع الكاملة. انفولايف نقطة تي في، المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات مباشرة من القدس. لسماع أخبار مباشرة من إسرائيل والشرق الأوسط، انفولايف تي في تتواجد في قلب الحدث وفي قلب التاريخ وفي قلب إسرائيل. انفولايف نقطة تي في.